مساء الخير. الفطرة بتقول إن البنت، أي بنت، بتحب تكون حلوة في نظر اللي حواليها، وعشان كده الستات بيقضوا وقت طويل جدا قدام المراية، تسرح شعرها، تحط الميك اب، تاخدها نص ساعة كده تقعد تفكر بس، وأنا هلبس ده ولا ده، وده طبيعي جدا. لكن اللي مش طبيعي إن واحدة تقرر إنها تبقى ولد، تقص شعرها زي الولاد، تعمل عضلات وتلبس زيهم، زي أخت جويرية. طب إيه اللي خلاها تعمل كده؟ تيجي نسمع القصة من أولها ونشوف بعتها تقول لنا إيه. اسمي جويرية وعندي 18 سنة. اتولدت في بيت هادي ومستقر، والدي شغال في المقاولات، وأمي ست بيت، ومعانا يمنى أختي الأكبر مني بخمس سنين، وصاحبتي اللي دايماً معايا. اتعلمنا في مدارس لغات واحدة، مشتركين في نادي واحد، والدنيا كانت ماشية بينا جميلة، لحد ما في يوم أمي تعبت تعب شديد، واكتشفنا إن عندها سرطان في القولون، واكتشفنا ده في مرحلة متأخرة جداً. كانت صدمة كبيرة علينا كلنا، بس اللي حصل بعد ده كان صدمة أكبر. أول ما عرفنا بالمرض قررت أنا ويمنى نشيل المسؤولية عن ماما، وزعنا على بعض شغل البيت ومشاوير المستشفى. كنت وقتها في أولى ثانوي ويمنى في تالتة كلية تربية رياضية. يمنى قالت أنا هساعدها في البيت بشرط إني ما غيبش عن مدرستي ولا دروسي مهما حصل، حتى لو زاد الحمل عليها وشالت مسؤولية أكبر مني مش مهم. حاولت أناقشها بعدها لما لقيتها اتمرمطت، بقيت ما تروحش كليتها، خست بشكل يخض، بس هي قالت لأ كله إلا دراستك. قلت لها اشمعنى أنتي؟ قالت لي مالكيش دعوة، أنا الكبيرة، أنا دخلت الكلية اللي بحبها ووصلت للتخصص اللي عايزاه وعرفت مستقبلي، لكن أنتي لسه في ثانوي، لازم تذاكري كويس تدخلي الكلية اللي بتحلمي بيها. في الوقت ده كانت بتحاول تبين لنا إنها كويسة، كانت بتيجي على نفسها عشان تخف الحمل علينا، لكن في النهاية المرض بهدلها واستسلمت للأمر الواقع، خصوصا بعد ما أبونا سابنا. باباهم سابهم، شفتوا؟ تعالوا نكمل بقية القصة. أيوة يا سالي، أبونا ما قدرش يتحمل المسؤولية من وقت ما أمي بدأت رحلة العلاج، وحالها وشكلها اتغير، بقى ينزل وما يرجعش البيت غير متأخر، بيرجع عن نومه بس، وبقت معاملته معانا وحشة قوي، مش قادر حتى يمثل على أمي إنه بيحبها وإنه واقف معاها في مرضها، بقى بيبصلها نظرات قرف بعد ما المرض بهدل شكلها. أتاريه اتعرف على واحدة تانية وبان مع الوقت إنه بيكلمها وعايش معاها قصة حب وقصاد أمي كمان، لحد ما فجأة سابنا وراح اتجوز ونسي تماما إن ليه زوجة مريضة وبنتين، وبدأت المشاكل تزيد. أمي كان عندها ورث من باباها، بدأت تصرف منه على علاجها، وأختي يمنى سابت كليتها بدأت تنزل تشتغل كمدربة برايفت، اشتغلت كمان في النادي اللي كنا مشتركين فيه، وبقت ما بين مسؤولية أمي المريضة ومسؤولية الشغل عشان تساعد في المصاريف، خصوصا إني كنت في مدرسة مصاريفها غالية، ده غير مصاريف الدروس. بقت نفسيتي منهارة وأنا شايفة اللي بيحصل ده، مش قادرة أعمل حاجة. ولما أمي لاحظت حالتي قالت لي اللي أختك تقول عليه نفذي، هي اللي هتبقى أمك من بعدي. مسؤولية كبيرة جدا على بنات في السن ده. طب أهل باباكي فين؟ طب أهل مامتك من اللي بيحصل ده؟ هما فين يا جويرية؟ تعالوا نكمل. بابا أصلاً كان مقاطع أهله وفي بينه وبينهم مشاكل من زمان وما لناش علاقة بيهم. لما أهل أمي ما وقفوش جنبها، يدوب كلمتين متزوقين وخلاص، لكن فعل ما فيش، لحد ما ماما توفت وخالي قال إنها خدت كل حقها في مراسها عشان تصرف على علاجها، بس أنا ويمنى كنا عارفين إن هو كذاب، وفي بينا وبين أهل ماما أواضي حالياً وعايزين يخرجونا من الشقة اللي احنا قاعدين فيها عشان كانت باسم ماما. وفي عز الوجع والهم ده كله كانت يمنى في أوقات كتير بترجع متأخر من شغلها، تفضل تعيط بحرقة
كنت بعرف منها إنها تعرضت لمضايقات عشان بنت وبترجع متأخر، ده غير إنها بقت مديونة عشاني وشايلة مسؤوليتي بالكامل، ما عندهاش أوبشن إنها ترتاح أو تسيب الشغل. لحد ما في مرة لقيتها قصت شعرها خالص، بقت شبه الولاد. قلت لها إيه اللي أنتي عملتيه في نفسك ده؟ قالت لي كده أحسن، أنا مرتاحة في الشكل ده. أتاريها عملت كده عشان ما تبقاش ملفتة وهي راجعة من الشغل متأخر، خصوصاً إننا ساكنين في منطقة هادية زيادة عن اللزوم. الموضوع مش بس قصة الشعر يا سالي، يومنا بقت شبه الولاد في كل حاجة، في قصة شعرها، ستايل لبسها، وهي كمان طويلة وفرعة، ودراستها وشغلها في مجال الرياضة خلوا جسمها يبان إنه في عضلات. فلكي أن تتخيلي بنت شعرها قصير جداً زي حلقة الولاد، عضلاتها بارزة وبتلبس لبس ولاد. أختي يا سالي بقت ولد بمعنى الكلمة، في الشكل والأسلوب وطريقة الكلام وكل حاجة، لدرجة إنها في مرة اتخانقت مع ولد ومسكته ضربته، والناس بقت تحوش عشان تخلصه من بين إيديها. أنوثتها ماتت، قلبها ومشاعرها ماتوا هما كمان. كنت عارفة إنها مرتبطة قبل مرض ماما، بس طبعاً كل حاجة راحت. وأمي كذا مرة تجيلي في الحلم وتقولي خلي بالك من أختك، تبقى زعلانة قوي، أصحى من النوم أفضل أبكي مش عارفة أعمل إيه، لما أحكي اليومنا عن أحلامي تفضل تبكي وتعيط هي كمان، بس في الآخر تقولي مفيش قدامي غير كده. مع كل اللي حصل ده أنا ما جبتش مجموع كبير في الثانوية العامة، دخلت معهد مش حباه، ما بقيتش أروحه، وطول الوقت في خلافات مع أختي اللي حاسة ناحيتها بذنب كبير ما بقيتش قادرة أتحمله. عرضت عليها أنزل أشتغل وأساعدها، رفضت، قالت لي لو مشكلتك إنك مش حابة المعهد نشوف حاجة خاصة وأنا هتحمل مصاريفها، مالكيش دعوة، بس أنا رافضة تماما. وقلت لها طول ما أنت كده أنا هفضل في النازل، بس هي بتتعصب عليا وتقول لي يعني عايزاني أعمل إيه، أنت ما شفتيش ربع اللي أنا شفته، ما جربتيش مرمطة الشغل والناس اللي بتنهشك بعينيها، مستحيل أسيبك تجربي، مش هيبقى احنا الاثنين، كفايه قوي واحده. مع الوقت اختي اتصاحبت على بعض اولياء الامور اللي بيمرنوا عيالهم في النادي، في واحده ست لطيفه جدا بقت صاحبه يومنا جدا، وحبيتها قوي وتعاطفت معاها قوي، وحاولت تساعدها باكتر من طريقه، مره عرضت فلوس، مره قالت لها نروح لدكتور نفسي، لكن يومنا اتعصبت عليها وقالت لها انا حابه شكلي كده ودي حياتي ودي ظروفي، انا ما طلبتش من حد مساعده، واللي مش عايز يعرفني على شكلي وعلى وضعي ما يعرفنيش، وكانت هتخسرها لمجرد انها حاولت تساعدها. بس انا اتدخلت وصلحتهم وانقذت الموقف، ما بقتش عارفه يا سالي اروح لمين، اروح لمين من الدكاتره عشان يساعدني ويساعدها، قولوا لي اعمل ايه. دايما بتخلص رسالتنا عند قولوا لي اعمل ايه. ها نعمل ايه؟ رسالة جويرية وقصتها مع اختها يمنى. كل واحدة عندها ازمة كبيرة جدا لوحدها، يعني جويرية عايزة ترجع يمنى زي ما كانت بنت حلوة وتشيل معها المسؤولية، ويمنى رافضة، بتضحي بانوثتها، بتضحي بشكلها عشان تساعد اختها في التعليم. فجويرية تحس بالذنب ودراستها تتأثر وعمرها ما هتنجح يعني، برضو مش عارفة توصل، والأهل ما هو ما فيش أهل. الموضوع ده ممكن يتحل، يعني هو ممكن يتحل أصلا؟ مش عارف، بس هو ممكن يتحل إزاي؟ وإزاي جويرية في حل مشكلتها؟ طب مشكلة أختها ما شفتوش بنات كده كتير؟ طب ده ليه دخل نفسي ولا لأ؟ طب الموضوع لما بيقلب كده ممكن نخاف أو يوصل لحاجة من الحاجات اللي بقينا نشوفها في مجتمعنا ومش مصدقينها اليومين دول؟ ده اللي هنجاوب عليه بس بعد الفاصل، استنونا. قصتنا النهاردة عن بنت جدعة قررت تنزل وتشتغل عشان تساعد أختها الصغيرة عشان تكمل تعليمها، جدعة لأنها شالت المسؤولية، وهي عملت كده بعد ما مامتها اتصابت بسرطان القولون وتوفت، وبعد ما الأب رفع إيده وقال يلا نفسي من أول ما لقى
الأم مريضة، رحب بواحدة تانية واتجوزها وساب البيت. البنت الجدعة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة شالت المسؤولية، اشتغلت بدل الشغلانة اتنين، قصرت في كليتها عشان توفر لأختها اللي أصغر منها مصاريف المدرسة الخاصة ودروس الثانوية العامة. بسبب ظروفها الصعبة دي البنت كذا حد تعرض لها في الشغل، لأنها بنت قررت إن هي تبقى ولد، قصر شعرها، عندها عضلات. أختها الصغيرة هي اللي بعتت لنا القصة، عايزة أختها ترجع زي الأول بنت. عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي، عشان نشوف ممكن نعمل إيه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا سيدي، أخبارك إيه؟ الحمد لله. هنتخانق النهاردة ولا مفيش؟ لازم أسأل السؤال ده قبل الحلقة. يعني هنتخانق أكيد شوية، صح؟ أكيد هنتخانق، عشان أنا عارفة أنت هتقول إيه أو شك أنت هتقول إيه، وأنا ممكن موافقش عليه، بس رأيي أهل العلم والطب. إيه رأيك في القصة بتاعت النهاردة؟ طيب طبعا هي قصة زي ما انتي حكيتيها كده من بره تبدو انه دي بنت جدعة قررت انها تشيل المسؤولية ويعني تتحول لولد عشان محدش يعكسها ومحدش يكلمها ومحدش يضايقها. برفع صباعي عشان اعترض على حاجة في الحالتين. هي جدعة عشان شلت احنا متفقين يعني انها جدعة وشلت اختها. احنا متفقين انها جدعة، بس هي تبدو من بره انها بنت جدعة حاولت تقلب ولد عشان تشيل المسؤولية ومحدش يتعرض لها ومحدش يتحرش بيها. انت عايز تقول حاجة تانية وانا شك في حاجة تانية ومحدش يضايقها، وده ممكن، ده محتمل، تمام؟ بس ده قصة من برة. انا شايف في القصة حاجات تانية خالص. خدي بالك، القصة دي بتحكي عن اب وام وبنتين. الاب ده مخلف بنتين، مش مخلف صبيان، والبنت الكبيرة بتحب الرياضة ويبدو انها بطلة رياضية ودخلت كلية تربية رياضية، وبعدين الأم مريضة فالأب سابها وساب البنتين كأنه ما كانش عايزهم وراح يدور على زوجة تانية عشان يعمل أسرة جديدة. كان عايز يخلف ولد؟ وغالباً كده، كأنه غالباً كده، يعني ده ساب البنتين رماهم ولا فكر فيهم وقرر أنه يبدأ أسرة جديدة ويتجوز، وكأنه في الورث عشان وكأنه بالظبط كان عايز يخلف ولد والست ما خلفتش، فلما تعبت سابها وراح لأسرة تانية وراح لواحدة تانية عشان يخلف الواد اللي بيدور عليه. والقصة بتقول لنا من شكلها كده إنه البنت دي بتحب الرياضة، وده غريب إنه بنت تبقى عضلاتها مفتولة وطويلة وتكرر الفيديوهات الموجودة وتكرر على الإنترنت لواحدة مدربة وعاش. موافقين موافقين. شفتش الكلام ده؟ هقول لك دول، هقول لك دول إيه بالظبط. وفي كارثة في في حكاوي كتيرة في الناس دي. فهي تبدو انها بنت رياضيه وبتحب الرياضه وقررت انها تدخل كليه تربيه رياضيه، وده قليل في البنات، مش هنقول انه نادر ولكن هو قليل في البنات. تمام. وبعد شويه البنت بدات تاخد مظهر رجولي، فبدات تحلق شعرها زي الرجاله وتلبس زي الرجاله وبدات تشتغل شغلانتين وثلاثه، وحتى اسلوبها وطريقتها بقوا طريقه رجاله. أيوة. زي ما يكون ان البنت دي كان عندها طول عمرها رغبه انها تبقى ولد، وجات لها الفرصة على الطبطاب انها تاخد دور الولد وتصر عليه، لدرجة انه الست اللي قالت لها تعالي نرجع تاني نبقى بنت وهساعدك واديك الدكتور نفسي اتخانقت معاها وقالت لها لا، هو انا كده واللي عاجبه كده يبقى كده. هي بنت. لا، انت معترض انه مثلا بنت لما بتيجي تعمل ورك اوت او ان هي يعني ورك اوت او تروح الرياضة، لما تلاقي عضلتين زيادة او دراعها بدا يكبر بتوقف. طبعا خايف. ده الطبيعي انه لا، وبيبقوا مركزين على السكوات ومركزين على انه على تكوين الشيب الانثوي. الشيب الانثوي مش بيدوروا ان هم يلعبوا بايسبس وترايسبس ويطلعوا عضلات وعاش وعاش بالظبط كده. واللي بيعملوا كده غالبا عندهم اضطراب هويه جنسيه، يعني غالبا اللي بياخدوا المظهر الذكوري وبيروحوا الجيم ويلعبوا حديد غالبا ويشيلوا زي الرجاله، غالبا دول عندهم اضطراب هويه جنسيه. يعني ايه؟ الا طب خليني اكمل بس. الا لو هم ابطال رياضيين وبيشيلوا الحديد للغرض، فمثلا بطله رفع اثقال بتلعب جيم زي الرجاله عشان هي بطله رفع اثقال وهي مضطره انها تعمل ده، لكن لما تبقى لا هي مش مضطره انها تعمل ده وبتعمله ويظهر عليها العضلات وتبقى مبسوطه بيها وتلبس كت عشان تبين العضلات او نص كم عشان تبين العضلات، ما هو ده تبع اضطراب الهويه الجنسيه عشان ما حدش يبص لي. لا لا، لو لبست بكم ما حدش هيبص لها، فاهماني؟
عادي وهي برضو حلقة شعرها راجل. مين قالك؟ لكن هي مبينة العضلات، هي قالت في القصة انها هي اختها قالت في القصة انها مبينة عضلاتها وهي طويلة وفرعة وبدأ يبان عليها المظهر الذكوري. مش بس كده، عشان كليتها مش بس وعشان كده. لا طبعا لا طبعا لا طبعا، الرياضة ملهاش علاقة بتكوين العضلات. طب ما هي كانت مرتبطة وكان في قصة حب في حياتها. اشك في القصة دي اصلا، اشك. هي اختها بتقول انها كانت مرتبطة. أيوه. بس ما تعرفش كانت مرتبطة بمين. خلينا نتفق بس انه مظهر القصة كده بيقول انه دي بنت عندها اضطراب هوية جنسية، تمام؟ ولازم نعرف كده ان اضطراب الهوية الجنسية ده شائع، هو شائع اكتر في الذكور من البنات على فكرة. يعني هو الرجال اللي بيحاولوا يتحولوا ده شائع اكتر عندهم من البنات، لدرجة انه الاحصائيات بتقول انه من 6 ل 17 لواحد. يعني كل بنت عايزة تتحول ولد قصادها 6 صبيان عايزين يتحولوا بنات. اضطراب الهوية الجنسية ده يعني ايه؟ يعني الشخص مش مرتاح لجنسه، تمام؟ هو يحمل اعضاء ذكوريه او انثويه وهو مش مرتاح للجنس اللي موجود فيه. يعني هي روح مش مرتاحه في الجسم اللي هي لابساه بالظبط كده، فعايز ينقل للجنس الثاني. ليه؟ تمام. لو عايز ينقل للجنس الثاني وعايز يعمل عمليه تحويل يبقى اسمه ترانسكس او متحول جنسيا. لو مش عايز ينقل للجنس الثاني بس هو مش مبسوط بجسمه وحاسس ان هو محبوس في جسم راجل وهو بنت، او هو محبوس في جسم بنت وهو راجل، فده نون ترانسكس اللي هو مش متحول جنسيا ولكن عنده جندر ايدنتيتي ديس اوردر اللي هو اضطراب الهويه الجنسيه. ده مرض نفسي يعني. خلي بالك انا مش بتكلم عن يعني مش بتكلم عن البطله بتاعه القصه الحقيقيه النهارده جويريه او يوم، انا يعني بتكلم ده بيبقى مرض نفسي. هقول لك بالتفصيل ليه اسم ولا ده جينات. هقول لك بالتفصيل ليه اسم تاني اسمه جندر ديسفوريا اللي هو رفض الجنس، تمام؟ يعني اضطراب الهويه الجنسيه او رفض الجنس اللي هو جندر ديسفوريا. ده المفروض هو مرض نفسي وكان مشخص ضمن الامراض النفسيه. انت عارفه لو هو عنده جينات انثويه اللي عايز يقلب بنت ده، او هي عندها جينات ذكوريه، ده بنسميه انترسكس، تمام؟ بيبقى عندهم امبيجوس جينيتاليا اللي هو الاعضاء التناسليه غير مميزه. شكرا. وعندهم جينات بتاعت الجنس الاخر، وده بيعمل عمليه بدون اي مشاكل عادي، ده طبيعي، ده مريض من البطاقه اول ما بيبقى كده هو بيختار. ده اسمه انترسكس. طب ده بيبقى يعني إيه؟ مرض نفسي ولا لا؟ ده مرض عضوي في خلل في الجينات، وخلل الجينات الموجود ده عمل امبيجوس جينيتاليا، يعني عمل اعضاء تناسليه مش باينه هي ذكوريه ولا انثويه. انا دول ببقى مشفقه عليهم احيانا لانه ساعات ابوهم يقول انا خلفت واد يا عم جداً. يا بنت وهي انا خلفت واد بالظبط كده. هو علي. غالبا كده، برافو عليكي، هو غالبا كده. ودول فعلا بنعمل لهم تحليل كروموسومات مشهوره جدا وبيقولوا انتحرت. بنعمل تحليل كروموسومات، ما انا هكلمك عن حته الانتحار دي. بنعمل تحليل كروموسومات يطلع فعلا ان هو ذكر في جسد انثى او انثى في جسد ذكر، فيبدا يتعمل له عمليه التحويل بدون اي مشاكل. لكن التانيين دول الانترسكس، لكن التانيين اللي هم ترانسكس دول لا، دول رافضين جنسهم وكل تحاليلهم طبيعيه. رافضينها ليه؟ هقول لك بقى ليه، بس اديني فرصه. دول عاملين المفروض ليهم طريقه في العلاج. يعني ايه؟ يعني واحد لازم يقعد يتعالج نفسيا لمده 2 سنين على الاقل عشان نحاول نقنعه بجنسه، او على الاقل نحضره نفسيا انه يقلب للجنس الثاني اذا كنا خلاص وصلنا لمرحله انه يقلب الجنس الثاني. المرحله الثانيه انه يبدا ياخد الدور الثاني اللي هو عايزه. يعني مثلا هي قررت في القصه تاخد دور الولد، تبدا تاخد دور الولد ونسيبها تاخد دور الولد ونشوف بتتعامل ازاي، وهتعرف تتكيف مع دور الولد وباسم ولد ضربت واحد في الشارع وبيحشوها ولا لا، بيحشوا الولد يعني سبب عليهم. بعد ما نسيبها تتعامل نشوف هتقدر تتقبل الدور ده وهتبقى قابلة المجتمع اللي هيبدا ينقدها ولا لا. وبعدين لو لقيناها نجحت في ده كمان، يعني 2 سنين علاج نفسي وبعدين نديها الدور ده في المجتمع، نبدا نديها هرمونات. ثالث حاجه نديها هرمونات ذكوريه عشان نحولها الراجل، فيبدا يطلع لها دقن ويبدا يطلع لها شعر في جسمها ويبدا عضلاتها تبقى هقول لك بس. وبعدين رابع حاجه تخضع لعمليه التحويل، وعمليه التحويل لا تخضع لها في مصر بالتحديد الا بموافقه شيخ الازهر. كل لازم هقول لك على حاجه اللي توافق على عمليه التحويل. مع احترامي لرايك طبعا ومع احترامي لكل اطراف القصه، بس انا عايز اقول لك على حاجه، ده ممكن يبقى افتراض واحد. ممكن اقول لك افتراض تاني؟ سمعت عن الست اللي كانت في الصعيد، الست الجدعه اللي جوزها توفى فلبست جلابيه؟ موافق موافق عشان ما حدش يبص لها وما تحلاش في عين راجل من بعد ما الغالي راح على رأيها. موافق. نزلت تشتغل زي الرجاله دي عندها ازمه. موافق موافق. خلي بالك دكتور حموده، البنت دي انا صعبان عليا. طب خلينا نرجع للقصه. لا اهل ولا ظهر ولا حد. خلي بالك انا بنزل وعارفه ان اخويا هيجيب لي حق. خليني نرجع بنزل وعارفه ان ابويا لما ارجع اقول له يا بابي حصل 1 2 3 4 هيتصرف. طب اديني فرصه ان احنا نرجع للقصه. هي ما كانتش هي قويه كفايه انها تقدر تدافع عن نفسها لدرجه انها مسكت واحد ضربته. مش ده كان ممكن يحصل مع مظهر انثوي؟
ولا لازم ده يحصل مع مظهر ذكوري؟ لا بس بقى خلي بالك، يعني تقدر تدافع عن نفسها. لا بس خلي بالك، انا عشان امنع ان هم يبصوا انا لبست وعملت اللي عليا. يا عم ما فيش الرمق، سيبني في حالي عدي بقى. بصوا انت فاهم، انا حسيتها كده. هم بصوا، فهي تقدر تدافع عن نفسها وضربت واد مسكته لدرجه ان هم الناس كانت بتحوش الواد عشان بيتضرب. بس انا حاسه ان هو فعلا، خلي بالك ده غل اللي طلع من جواها، ده غل. يعني هي تقدر تدافع عن نفسها سواء في صوره بنت او في صوره ولد. فعشان كده انا مش شايف خالص انها بتحاول تقلب ولد عشان تمنع الناس انها تتحرك. يعني انا واحده من الناس، انا شايف ان في خلل هنا في الهويه الجنسيه. انا هقول لك، لو انا بتكلم، انا في واحده من الناس، انا شخصيتي قويه وبتستحمل. يعني انا ممكن استحمل مثلا بصه وانا عارفه ان انا لو لفيت قسما بالله هعمل معاك الواجب، بس لو بقك اتفتح وسمعتك ما فيش حد يعرف يجيبني فاهم يشيلك. هي بقى ممكن تكون يا حرام شخصيتها ضعيفه، هي مش هتستحمل البصه، فعشان كده راحت لابسه. لا مش انت شايفه ان دي شخصيه ضعيفه؟ اه جدا. انت شايفه ان شخصيه ضعيفه؟ ايه عشان نزلت اشتغلت؟ لا عشان هي قادره حرقه بالليل، عشان هي قادره تشيل كتير. اه بتبكي بحرقه بالليل. استني بس، هي بتبكي الثانيه فاهمه ان هي بتتعرض ده فهم اختها، لكن الحقيقه انا شايف ان البكاء بحرقه ده لان هي حاسه انها محبوسه في جسم مش بتاعها وانها عايزه تغير. طب ليه ما قالتش اختها؟ بطلت تبكي. قالت اختها ما تنزليش تشتغلي بس. ماشي، بطلت تبكي بمجرد ما بدات تحلق ولد وتلبس زي الصبيان وتبقى بتتعامل بالطريقه دي. لا بس لما كانت بتقول لها ماما بتيجي تبكي في الحلم، لما قالت لها ماما بتيجي في الحلم بالليل وبتقعد تقول لي ان خلي بالك من اختك كانت بتعيط. ايوه ما هو بطلت تبكي، يعني هي دلوقتي بتعيط. لما حولت كانت بتبكي والله. هي قالت لك، هي قالت لك بتبكي امتى؟ لما كانت بترجع مش عارف ايه، وبعدين في الاخر اتغيرت وبطلت تبكي. والست لما قالت لها تعالي ساعدك قالت لها لا. سؤال وانت المذيع، ليه قالت لاختها ما تنزليش اشتغلي ومش هتتبهدلي انت كمان؟ عشان هي واخده دور الراجل. ما هو ده بقى اللي انا عايز اقوله. اديني فرصه بقى اشرح لك بقى ليه بقى هي واخده دور الراجل، ودور الراجل ده واخده من الطفوله مش جديد. الاب ده غالبا كان عايز يخلف ولد وما خلفش ولد، وعشان كده هو سابهم لما الام بدات تتعب. والبنت دي فاهمه كويس انه الاب بيفضل جنس الذكور الاول، فقررت انها تلعب دور الولد في حياتها بشكل عام، قررت انها تغير ميولها، فبدا يظهر الجندر ايدنتيتي عندها. يعني البنت دي ضحيه الاب وام كانوا عايزين ولد، وهي حست ده وفهمته، فبدات تغير طريقتها في التعامل وبدات تاخد دور الولد وبقت مهتميه بالالعاب الرياضيه، وهي ما زالت محتفظه بمظهر البنت. جاي يتغيروا بعد ما الاب هرب والام ماتت تثبتوا لمين؟ ده بالعكس، لحد ما بقت مفيش حد خدي بالك بقى، مفيش حد يزعل انها بتتحول، مفيش حد هنقول له انا عايز اتحول او عايز ابقى ولد وهيزعل عليها. يعني هي ما عملتش خطوه دي غير بعد لما مامتها ماتت، عشان مامتها لو كانت شافتها بتتحول او قررت انها تبقى ولد كانت زعلت عليها. يعني لكن هي استنت لما مامتها ماتت وخلاص قررت انها تاخد دور الولد وقررت. وانا بقول لك اهو، البنت دي هتكمل في عمليه تحويل جنسي، هتكمل عايزه توصل عمليه تحويل جنسي. اعرفي انه اغلب اللي عملوا عمليات تحويل جنسي وصلوا للانتحار. ليه؟ اعلى نسبه انتحار في المتحولين جنسيا في فئات، يعني لما بيشوفوا فئات اعلى فئه انتحار، المتحولين جنسيا كانوا اعلى فئة انتحار. ليه انتحروا؟ ليه؟ لما انت وصلت له اللي انتوا عايزينه بتنتحروا ليه؟ لان هو ما عرفش يعيش في الدور الجديد، عشان كده هو اضطراب هويه جنسيه. هو متخيل ان هو دوره كراجل مش مناسب ليه، فلو هيقلب بنت هيلاقي دوره مناسب ليه. الحقيقه لا، انه لما قلب بنت برضه دوره مش مناسب ليه. مشكلته مع نفسه، مشكلته انه مش عارف يتصالح مع نفسه. هو ده بيبقى مشكلته، انه مش عارف يعني يلاقي نفسه. لو اتعالج، وفاكر شفت حد اتعالج، فاكر انه لو لقى نفسه في البنت، لو حاول بنت هيلاقي نفسه. هيلاقي نفسه، وهي فاكره انها لو قلبت ولد هتلاقي نفسها. الحقيقه هي ولا هتلاقي نفسها لو قلبت بعد ولد ما سويناها. في حد اتعالج من الكلام ده؟ في حد قعدنا نتكلم معاه بالراحه وقرر انه عايز يتعالج بيتعالج. انا خايفه من حاجه، بس انت كنت لما جيت هنا وكنت قاعده على نفس الكرسي وقلت لي حاجه، قلت لي انه العيال اللي بتتربى مع سنجل مادر الولاد بيبقى عندهم ازمه لانه ما بيشوفش ابوه وبيحلق دقنه وبيعرف فبياخد سلوك انثوي وممكن يبقى في وقت من الاوقات متحول جنسيا. برافو عليكي. والعكس انا بقى دي انت عارفه اللي بترن في ودني صح. برافو عليكي. لازم يشوف باباه بيتعامل وقعد قعدته ازاي، فممكن الولد ما يقعدش زي البنت. كان عندي اكتر من حاله متربيه ولد متربي في وسط خمس بنات وابوه ميت، اكتر من حاله تمام، واللي متربي في وسط بنتين وابوه ميت، وفي الاخر الولد ده بقى عنده ميول جنسيه انه جندر ايدنتيتي، عايز يحول بنت لانه بقى واخد اتيتيود البنات تماما، وفي خياله هو مسمي نفسه اسم بنت، ولما بيقعد لوحده ويختلي بنفسه. بصي بقى، الجندر ايدنتيتي عندهم الحته دي جدا، ازمه الهويه، ازمه الجنسيه، ترانس سكس بالذات اللي هم متحولين جنسيا، يبدا يقعد لوحده، يقوم لابس باروكه ويحط روج ويحط كارثه رموش ويحط حواجب صناعيه ويحط مش عارف ايه،
ويصور نفسه وبينزلوا صورهم على الانترنت، واعتقد ان شفت حاجات زي كده. الست اللي انا كنت بقول لك عليها اللي هي لبست لبس الراجل وبقت ب 100 راجل، دي كان عندها ازمه برضو ولا دي كانت دي كان عندها ازمه، بس كان عندها ازمه ان مش لاقيه حد تعتمد عليه، مش لاقيه ظهر، فقررت انها تبقى ظهر نفسها. بس ما زالت قلت ما زالت بترجع بتقلع العمه وتسرح شعرها وتقف قدام المرايه. بالظبط كده، انا حلوه بس انا الظروف جبرتني اني اعمل كده. بالظبط كده، بالظبط كده. وشفناها كتير، شفناها كتير في المجتمع. بس خدي بالك بتظل محتفظه جواها بالانوثه، عشان كده بقول لك البنت دي مش كده، اخت جويريه في القصه مش كده، لانه هي جواها مساعده الست، عشان هي خلاص فقدت الانوثه اللي جواها، هي فعلا ترانس. حتى المساعده الماديه، انت عارفه البنت الثانيه، البنت اللي انت بتحكي عليها دي هتبقى موافقه على المساعده، مساعده نفسيه ومساعده ماديه وكل حاجه، مش يوم. لكن دي زي ما تكون بالظبط استنت لما مامتها تتوفى عشان تقرر تكشف عن الجنس الثاني اللي جواها، وتقرر تكشف عن ازمه الهويه اللي عندها، وبعد شويه هتطلب انها تحول جنسيا. احنا ممكن نساعدها ازاي؟ اول حاجه نوعيها بس بالمشكله، ونوعي جويريه اللي مش فاهمه القصه، نوعيها ان اختك عندها مشكله، ولو رجعت للهيستوري من وهي صغيره هتلاقي اختك ليها اتيتيود صبيان طول عمرها مش جديد. يعني الاتيتيود الذكوري ده كان باين، بدليل انها دخلت كليه التربيه الرياضيه، بدليل انها مهتمه جدا بالرياضه، بدليل انها عندها عضلات من الاول. ايوه احنا بنقول بنت جدعه، ما بنقولش حاجه، عمرها ما بتوصل للدرجه دي. اتيتيود ذكوري مالوش علاقه بالبنت الجدعه، انت جدعه يا سالي، اتيتيودك ذكوري؟ لا طيب. ما اتكلم زي الولاد واعمل بس، لا بس ب 100 ست يعني، لو انا قاعده في مكان وعليت صوتي هيتعمل لي حساب. يعني الست الجدعه مش لازم يبقى عندها عضلات، لا مش لازم تلبس هدوم، مش لازم تلبس هدوم صبيان، مش هقدر. صح؟ لا. لكن هنا القصه مختلفه، ده من وهي صغيره وهي مهتمه بالرياضه وعندها عضلات وداخله كليه التربيه الرياضيه، واول ما جت لها الفرصه وامها توفت قامت حرقت شعرها ولبست هدوم صبيان وقالت هو كده، واذا كان عاجبها. خلينا نتفق بقى على حاجه، من هم صغيرين بيبقى في حاجات بتقول ان هم داخلين في السكه دي، زي انه الولد يبقى بيلعب بالعاب البنات عروسة، ويبقى مهتم جدا بالمكياج بتاع مامته، ومهتم انه يلبس هدوم مامته، ومهتم انه يعمل زي البنات، يلعب بعرايس، يلعب بباربي وحاجات زي كده، ويلبس باربي ويقلع باربي ويحمي باربي ويصلح شعر باربي. ده ولد بيعمل كده. انا كان عندي بس ده في ناس بتاخدها على انه ايه ده الواد بادئها بدري يا ابن ايه انت. كان عندي ولد افتكروا ان هو كده، كان عندي ولد في ثانوي عنده 50 عروسه محتفظ بيهم من الطفوله. سفاح والله، 50 عروسه، 50 كان دايما بيحتفظ كل فتره يجيب عروسه ويعمل كده، وده كان الاتيتيود بتاع لعبه. طب احنا دلوقتي لو عايزين نساعد بقى يمنى نعمل ايه؟ واحد، لازم تبقى واعيه بالمشكله بتاعتها، واثنين، جويريه كمان تبقى واعيه بمشكله يمنى عشان تعرف تساعدها حتى لو هتتخانق معاهم. ثلاثه، ان احنا لازم نروح لدكتور نفسي عشان يساعدنا، ومفيش حاجه اسمها مش هروح لدكتور نفسي، لانه حتى لو هي قررت انها تعمل عمليه تحويل جنسي، او حتى لو هي واخده دور الراجل عشان بس جدعه وتصرف على اختها وبتاع، فهي محتاجه مساعده نفسيه، محتاجه كام جلسه، لانه اغلبهم، اغلب الترانس سكس او حتى اللي بيقرروا ان هم جدعان، هم عندهم اكتئاب. لا هو ده مش جدعان، فهماني؟ انا بقول جدعان عشان ساعدت مامتها، لكن دي مش جدعان. يعني برضه هفضل اقول لها ان انت جدعه، لكن بالتفكير ده لا، انت في الحالتين هم عندهم اكتئاب، سواء ترانس سكس او جندر ايدنتيتي، او حتى هي بنت وقررت تعمل كده عشان بس تصرف على اختها وتساعد مامتها، ففي الحالتين هي عندها اكتئاب ومحتاجه تتعالج. فرقم واحد، احنا محتاجين نروح نتعالج من الاكتئاب قبل ما نقول احنا رايحين نتعالج من اللي انت بتعمليه او الترانس سكس اللي عندك او سلوكياتك الذكوريه. الظروف دي ما جالهاش اكتئاب، لكن لازم نتعالج من الاكتئاب. ما هو لو اتعالجنا من الاكتئاب ده هيساعدنا ان احنا نفكر في اي حاجه ثانيه بعد كده. لكن البنت دي مكتئبه ومحتاجه انها تتعالج من الاكتئاب، ومحتاجه تروح لدكتور نفسي، ومحتاجه تقبل نصيحه الست اللي قالت لها اوديك الدكتور نفسي، ومحتاجه جويريه تفهم القصه عشان تساعد اختها فعلا بجد، ومحتاجه علاج نفسي طويل. يعني محتاجه تروح سنتين علاج نفسي. ابوهم رامي طبطهم اصلا، ابوهم مش عايزهم، وده انا بقول لك عشان كده، لان ابوهم مش عايزهم ومش بيسال عليهم. الراجل ده كان بيدور على عيل ولد، كان عايز يخلف ولد. طب ما ممكن تقول له بابا انا عايز ولد. خدي بالك بقى اللي شجع القصه انها تستمر في السكه دي ايه؟ ده شوفي، حتى خالها كل ميراث امها وقال لها ايه، هو خدت يعني ده معناه ان الذكور في مجتمعنا هم اللي ايه اللي مسيطرين. ده ما يخليش البنت عايزه تبقى ولد، لا ده ما يخليش البنت تقرر انه لا انا محتاجه ان انا اخد دور الراجل ابدا. هي بقى كانت لانه زي ما شفنا في قصص كتير. شوفي بقى، انت بتقولي كده عشان انت قويه، ايوه، لا لكن هي كانت اضعف من كده، وقررت انها ايه، تاخد دور الراجل، لان هو الراجل هو اللي بياخد كل حاجه. ضحيه ولا ضحيه؟ طبعا ضحية. انا متعاطف جدا مع دول، بس انا عندي مشكله انه يقبلوا العلاج، لان هم غالبا بيرفضوا العلاج، ولما بيعملوا عمليه التحويل الجنسي بينتحروا، لان هم ما بيلاقوش نفسهم ولا في دور الراجل ولا في دور البنت. المشكله في الهويه نفسها، احنا محتاجين نعلمها ازاي تبقى بنت، محتاجين نعلمها ازاي تقبل ده.
نورتيني. نورك. شكرا يا دكتور حمود. شكرا لك يا سيد. استنونا بعد الفاصل، محتاجين نتكلم شويه. من بين كل القصص اللي استقبلناهم هنا في قصة حقيقية قريتهم ذاكرتهم قبل التصوير، بذاكرها مرة واثنين وثلاثة واربعة، يمكن تكون دي من المرات القليلة اللي عطلت فيها، يمكن لأن جويرية لما بعتت لنا قصة أختها ما كانتش بعتة مشكلة ما بينهم ومحتاجة حل، كانت بعتة مشكلة عنهم هما الاثنين فيها مظلومين يا حبايبي غلابة قوي، عشان كده عطلت ما بقيتش عارف طب أقول إيه لجويرية، طب هقول ايه اليومنا، واكيد كنت عايزه اسمع كلام علمي من اللي سمعناه، لان الظروف اللي هم مروا بيها هم الاثنين صعبه على اي حد، ما لهمش ذنب فيها، ما لهمش ذنب في المرض المفاجئ اللي بيجي بشكل قدري ما لناش دخل بيه يعني وما لناش دخل فيه، ما لهمش ذنب في الموت ولا هروب الاب وندلته في الوقت الصعب ده وممكن يعمل ازمه زي ما سمعنا للبنتين، ولا في طمع اهلهم في الميراث، ولا في تصرفات الشارع اللي بتتعرض فيها البنت ل مش هقول لكم مضايقات او معاكسات او بتتعرض فيهم والله ما راضيه الكلمه تطلع، بس اوحش احساس في الدنيا، وفي رجاله بتقعد تهزر تقول لك ما انا جبرت بخاطرها وقلت لها كلمتين وبتاع، لدرجه ان ممكن يكون انا واحده من الناس اللي في يوم من الايام عملت لحد قضيه تحرش، يعني انه قال كلمتين ما عجبونيش بس تحرش لفظي انا مش قابلاهم وحذرتك مره واثنين وثلاثه، فكان الطبيعي انه اعمل كده، ويمكن اتلمت كتير انه لا ما ينفعش ومذيعه وتعمل لا انتوا ما تعرفوش احنا بنتعرض لايه، ما تعرفوش احنا بيبقى احساسنا ايه، في بنات ما تقبلش الكلام ده، انت فاكر ان انا هضحك بكلمتين لما تقولهم ولا اي واحده يعني غلبانه عمل كده في نفسها عشان ما تبصلهاش نسيت انها انثى. بس عايزه اقول لكم على حاجه تانية، انه اضطرت انها تدفع لاختها دروس خصوصيه، ان هي تصرف على تعليمها، طبيعي ان يمنى تبقى جدعه جدا، طبيعي ان يمنى وهي بتحاول تشيل المسؤوليه بعد اللي شافته وعاشته يبقى جواها غضب، صعب ان الطاقه دي تطلع عليكي، ليه تقرر ان هي ما تبقاش بنت، لا ما ان شاء الله ما بصوا وان شاء الله ما يعملوا اللي هم عايزينه، بس انت تغيري في نفسك كده ليه؟ الحل بقى من وجهه نظري ان اختك الجدعه دي تتحط قدام يعني قصاد الامر الواقع، خلاص احنا ما قدمناش حل، ما تستاذنيهاش انزلي اشتغلي، تكوني عمليه تدوري على شغل، اقعدي ان شاء الله شغل في البيت حاجه اونلاين، شيلي معاها المسؤوليه، ممكن تشوفوا الست اللي هي اللي انت قلتي عليها دي ان هي بتصدق في كلامها وبتحبها وي وي وي، الست دي تساعدكم وما تقوليلهاش، بس ما اعرفش ممكن تشتغلي ايه او ايه امكانياتك اللي تقدري تعمليها او بتحبي تعملي ايه يا حبيبتي، ما اعرفش، بس حاولي شوفي زي ما قلت لك اونلاين، اكيد في ناس طالبين لاولاد وبنات، في ناس كمان بتبقى ساعات زي بيبي سيترز، في نظام جديد معمول كده بنات ولاد ناس جدا متعلمين جدا حلوين جدا وشيك جدا بيقعدوا مع العيال بالساعه، انه الاهالي بتنزل فهي بتقعد مع العيال بالساعه والطفل بيبقى متعلق بيها جدا، ممكن تاكله وتقعد معاه حتى ساعات نومه او دي شغلانه حلوه جدا مربحه جدا ومحترمه جدا، بس لما تروحي البيت انت واثقه فيه يبقى حد اللي قايل لك عليه، لانه اكيد الدنيا مش لونها وردي، يعني اكيد احنا مش عايشين هنا عشان انه نلاقي كل حاجه ما فيهاش مشاكل، فاحنا قلنا لك الحل. وبالنسبه ليومنا، لا يا يومنا مفيش حاجه اسمها كده، يعني انا النهارده ممكن اكون لبست لك جينز وقميص شميز انه بس برضو بتبقي انثى، ما هو ده لبس بنلبسه رجاله وستات قميص وبنطلون، بس تبقي بنوته، الحياه مش عايزه كده، الحياه تقول لك تشافي وخليكي جامده وي 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 خليكي جدعه، بس ما تبقيش راجل، ما تنسيش ان انت انثى في الاول وفي الاخر، مفيش حاجه اسمها كده عشان ما يبصوليش عشان مش عارف ايه، الناس تبص لك عشان طريقتك، الناس تبص لك وتفهمك غلط عشان في كلام بيتفهم بمعنيين، الناس تبص لك وتفهمك غلط اول ما تبص عليك كده يبدا يقراكي، خاف منك يعمل لك 1000 حساب، مش معنى ان انا شكلي انثى وي وي هتجرب هتزعل معروفة، إلا بقى اللي انت تقابليه وتحبيه وبتسمحي له انه يتكلم معاكي كلمتين تعرفوا بعض، لكن مش كده،
انزلي اشتغلي يا بنتي وقفي جنب اختك. والله يكون في عونكم. انا عشان كده بقول لكم انا عطلت انه اب يبقى بالوحشه دي وانه الاهل يبقوا بالوحشه دي وانتوا لسه عندكم امل في الدنيا. انتوا جدعان ربنا يرضيكم. وطلبت بقى من كل الناس وبطلب منهم دلوقتي اللي بيسمعونا وبيشوفونا وبيتفرجوا علينا يبعتوا لنا على فيسبوك انستغرام وتويتر وواتساب. انا لا افقه كتير في الموضوع ده فخليت الكلام للطب اكتر. بس الواحد لما بيتضغط من الحياه قوي ممكن يعمل اي حاجه. معذورين بس احنا لازم نكون جنبهم وده دورنا هنا في قصه حقيقيه. مستنيين منكم كل القصص اللي عندكم بس اهم حاجه تكون قصه حقيقيه. باي باي.